حسن الختام أو حسن الخاتمة يوفق لها من وفقه الله لاغتنام الحياة. إن الله يعظم من العبد اغتنام الليل والنهار حتى يقر عينه بمسك الختام. لا يزال العبد يحافظ على طاعة الله في الليل والنهار حتى يأتيه الأجل على خصلة من خصال الخير التي يحبها الله. ذكروا عن رجل أنه كان كثير الأسفار في العطل إلى الأماكن التي لا تحمد، وشاء الله جل وعلا أن يقيض له من يذكره ومن يهديه للخير ويبصره، فقال له: يا فلان، إنك تذهب في كل عام إلى هنا وهناك، فهل لك أن تعتمر؟ هل لك أن تلوي إلى رحمة الله جل وعلا بدل أن تذهب إلى معصيته؟ فشاء الله جل وعلا أن تلقى هذه النصيحة أذنا مصغية وقلبا واعيا، فشاء الله جل وعلا أن يجعل عطلته الأخيرة إلى عمرة إلى مكة، ويشاء الله أن يخرج هو وأهله معتمرين، وقبل أن يبلغ البيت يقع ذلك الحادث الذي لا تبقى فيه نفس من أهله. فشاء الله جل وعلا بعد هذه المعاصي وبعد هذه الغربة الطويلة عن طاعة الله ومرضاة الله أن تكون خاتمته على أحسن ما تكون عليه الخواتم، أن يبعث يوم القيامة ملبيا محرما. فالعبد إذا حافظ على الطاعات أقر الله عينه بحسن الختام. وقل أن تجد في قصص الصالحين، قل أن تجد إنسانا حسنت خاتمته إلا وجدته قبلها من أحرص الناس على الخير. وأعظم شيء في الحياة يحمل المؤمن همه وغمه مسك الختام. فإن العبد قد يكون على أصلح ما يكون، ليس بينه وبين الجنة إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إن الخاتمة هي المهمة، ولذلك قال العلماء: الحرص على اغتنام الحياة هو السبيل لبلوغ حسن الخاتمة، كما قال الله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكثروا من خصال الخير، ولذلك أكثر الأخيار من الخير فجاءهم الموت على حسن خاتمة، فمات الواحد منهم قرير العين برحمة الله ومرضاة الله، فهذا يموت ساجدا، وهذا يموت راكعا، وهذا يموت وهو خارج إلى صلة رحمه أو زيارة أبيه وأمه أو غير ذلك من الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها. وإذا غفل العبد عن الله فإن من أعظم ما يبتلى به ألا يوفق لحسن الخاتمة والعياذ بالله. ولذلك من كثرت غفلته حتى ألهته دنياه وتجارته جاءته الخاتمة على تلك الدنيا، وهو يبيع ويشتري ويأخذ ويكتري غافلا عن الله جل وعلا لا يدري، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أجل نعم الله لمن وفقه الله لكثرة الأعمال الصالحة أن يحسن خاتمته. ومن ثمرات اغتنام الحياة أن الله جل وعلا يكبر منك العمل الصالح، خاصة في شبابك، خاصة في اقتبال العمر. إنك إن أقبلت على الله في عز الشباب عظمت عند الله نشوتك وصحتك وعافيتك وقدرتك على معصية الله وأنت تنصرف إلى طاعة الله ومرضاة الله. ولذلك ذكروا عن رجل أنه بلغ أكثر من 100 سنة وكانت قوته قوة الشاب، قالوا له: كيف وقد بلغت أكثر من 100 وقوتك قوة الشاب؟ فقال رحمه الله: أعضاء حفظناها في الصغر حفظها الله لنا في الكبر. من اغتنم الحياة في طاعة الله أنعم الله عينه بالحياة الطيبة. فمن ثمرات اغتنام الحياة في طاعة الله أن الله يطيبها بالعمل الصالح. ولذلك قال الله في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أي والله لنحيينه حياة طيبة.